قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اقتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قالت يحذر ما صنعوا، يحذر هذا القول قول عائشة رضي الله عنها، يحذر ما صنعوا يعني الذي صنعه اليهود والنصارى، ولولا ذلك أبرز قبره. فإن كانت الرواية باللام لأبرز قبره لكان هذا مثالا للنحويين على وجود اللام في جواب لولا، وذلك لأن الغالب في جواب لولا أن يكون باللام إذا كانت في سياق الإثبات، ويأتي من غير الغالب من غير اللام فيكون أيضا مثالا لغير الغالب في جواب لولا. ولولا عرف امتناع بوجود، امتنع الجواب لوجود الشرط، أين الجواب؟ أبرزه، امتنع إبرازه لوجود التحذير.